الصفارة في دور ال32 من دوري أبطال أفريقيا. طبعا مكملين مع حضراتكم من استوديو رئيسي موجود في مدينة الانتان، استوديو من داخل الملعب علشان نتابع كل التفاصيل اللي موجودة مع 2 من نجوم مصر ونجوم النادي الأهلي اللي هنتكلم معهم في تفاصيل أكتر خاصة بمباراة اليوم، كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي الكابتن محمد حشيش. كابتن محمد ازي حضرتك؟ ازيك يا عمر، اخبار حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي الكابتن أحمد بلال. كابتن بلال اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام. نبدا مع كابتن حشيش، ومباراه اكيد قويه مع فريق قدر يتخطى دور ال64 بفوز خارج ملعبه وتعادل داخل ملعبه، لكن في النهايه واضح ان فريق جيم ابا جفارة بيعرف يلعب بره ملعبه احسن ما بيلعب جوه ملعبه. طبعا بدايه يعني برحب بيكم، وان شاء الله تبقى يعني سهره كرويه جميله علينا وعلى جمهور النادي الاهلي وعلى اللعيبه والجهاز الفني ومجلس الاداره. بدايه مشوار جديد سريع في بطوله افريقيا، ما لحقناش يعني ننهي البطوله اللي فاتت، لسه يعني البطوله منتهيه، بنبدا في الجديده. ده اعتقد انه ممكن يبقى حافز كبير للعيبه انها تبتدي من دلوقتي ان شاء الله تفكر من اول خطوه على البطوله باذن الله. صعوبه المباراه ممكن تكون عشان الفرقه اللي احنا بنلعبها دي مجهوله الهويه ولسه يعني حديثه العهد بالبطولات الافريقيه، يمكن هي عرفنا ان هي يمكن طلعت من الدرجه الثانيه على الدرجه الاولى في الدوري الاثيوبي لسه السنه اللي قبل اللي فاتت. اعتقد ان هم حاولوا يدعموا يعني الفرقه ببعض اللعيبه من نيجيريا وغانا، ممكن يدوهم يعني نوع من انواع القوه، انما اعتقد خبره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي وبدايه ان شاء الله باذن الله مع جمهور النادي الاهلي النهارده في استاد برج العرب يبقى حافز كبير ان شاء الله باذن الله للعيبه انها تقاتل وتثبت من البدايه كده للناس كلها جمهور النادي الاهلي انهم ناويين على البطوله الجديده ان شاء الله بعد طبعا خسارتنا البطوله اللي فاتت.